اشكر رجالتي اللي كشفوا جيشي، وانا اصلا يعني ما كنتش عايز اخبي الجيش، بس ايه الفكره ان في عرفت ان في واحد خنزير معانا في المملكه، تمام، عايز يعرف عدد جيشي كام وكده عشان يحشد عليا، تمام. والخنزير ده عرفت ان هو بيتفرج يعني على القناه وكده ومتابعني، وهو اول واحد بيحط ديسلايك، يعني هو بيبعت لي كل يوم كده يقول لي الف مبروك عملت لك 2 ديسلايك. ف المهم ادي عدد جيشي، طبعا انا هترول على ناس كده، عدد الجيش كنت واخد تعزيز 400,000 تي فور من التحالف، عدد الجيش كبرت الموضوع والله يا شباب، يا شباب والله كبرت الموضوع، ولع بروحي يا شباب. بقى في الفيديو نبدأ بالكومنتات، الناس الجميلة اللي فضحتني. علي بيقول لي الجيش مكشوف في بداية الفيديو، ماشي يا عم علي، ماشي. لا والله مش عشان خاطر ان هي بنت يعني. صعبت عليا، وبعدين الواحد كان زمان لما قعد يتأثر كان تفاهم بقى. بس كل حاجة باينة يا باشا، انت حللت الجيش بتاعي تحليل يعني الصراحة احييك عليه. الله اكبر عليك، ايه الحلاوة دي، ايه الحلاوة دي، احييك عليه. فرعون مصر، والله انا قلت ان انا متعزز تي فور في فوق هنا في اخر الفيديو، لو كنت اتفرجت يعني على اخر الفيديو. اهو انا قايل ان انا طلبت تعزيز عشان ما كانش عندي مشافي، تمام، يعني انا قايل فوق في الفيديو، تمام. ورينا يا باشا، جاي تقتلني يا متولي، جاي تموتني حبيبي. ايش انكشف مليون وسبع؟ لا على فكره بقى انت مش بتحسب زي اللي فوق ده. فين النادي؟ النادي ده بص حبه كمان وكان هيجيب امكانيات جهازي بقى، وبص والمقاسات يعني الصراحة شغال شغل حلو، اشتغل على نفسك. لا لا عدد الجيش بتاعي مش 2,700,000، لا انت بتخم في العدد، لحظة كده نتأكد، انت بتخم في العدد. عدد الجيش بتاعي مش 2,700,000، لا مش مكمل كمان 2,500,000، بتخم في العدد، انت بتخم في العدد. ماشي يا شباب، ماشي ماشي، اصطبروا عليا بس. هي بتاعت انا، بتاعت انا، انا عارف يا عم، ما تفولش يا سيدي، انا ما بفولش، انا ما بفولش، انا بقول لك دي. الله يا ساتر، الشكه ثوره، الشكه ثوره، الشكه، عارف عارف، الشكه ثوره، الشكه ثوره،